السلام عليكم. الى شفتوا هاد الخيرات ديالنا هاد المغرب تبارك الله، اش غادي تظنوا غادي نديروا بهذا الشيء؟ تبارك الله الخضر موجوده، الفروي موجود، هادي وقته. لي فروي روج انا واخا كنكونجليهم فيما كنلقاهم كنشريهم، ها الميرتي ها الفرومبواز ها الفريز تبارك الله موجود وما غاليش، ماشي شي حاجه غاليه. الحمد لله دابا والله الا كلشي موجود. انا ملي كنخرج في السوق كتلقى كلشي موجود والثمن عادي، الحمد لله على كل حال كلشي هادشي تبارك الله موجود، وخصوصا دابا رمضان غادي يكون توفر فيه الفواكه ان شاء الله. دابا ان شاء الله غادي نديرو شي عواصير دايزهم الكلام وغادي ندخلو فيهم الخضر، هذوك الخضر اللي ما تياكلوش ولادنا غادي نزرعوهم مع الفلو، غادي نخرجو لكم عواصير دايزهم الكلام ونشربوه لهم وفيهم المذاق، ماشي نشربوهم يعني لهم بالفن، نشربوا لهم بالفن ويقلبوا على المزيد والمذاق. وان شاء الله هذا رمضان هذا غادي نبرعوكم في العواصير، العواصير ديال الفرو ديال الخضره الفروي الصيك، وما غاديش يكونوا مكلفين، ماشي غادي نقول لك جيب جوج لتر ديال الليمون وقلب، داك الشيء اقتصادي وفعال. وكل نهار ان شاء الله عصير، كل نهار غادي تكون وصفه مزيانه، ولكن اليوم ان شاء الله غادي لهم واحد الشكيله ديال العواصير. غادي ندير واحد المجموعه ديال شحال اختاريتي انا مثلا في المجموعه؟ مثلا خمسه ديال الاشكال، خمسه ديال العواصير ان شاء الله. يلاه تفضلوا معنا. يلاه بسم الله. العصير الاول ديالنا اليوم صحي 100%، الباربا وحده منقيه ما مسلوقاش خضراء، الحامض كندير غير نص حامضه، غير انا هنا عصرت الحامض باش غادي كل العصير ندير فيه شويه الحامض. هنا تفاحه وحده اللي كان يا احمر يا اصفر، مقشوره كذلك، مقشورها راه القشره راه فيها الفيتامين البنانة. واش البنانة مقشوره حتى هي؟ لا البنانة والعسل هو باش غادي نحلقو، والميه ما كان لا ليمون لا والو، الماء وتيجي والله الا واحد العصير تيجي يا سلام، منعش منعش بنين وصحي على بركة الله. غندير التفاحة ديالنا، الباربا، الحامض غادي نعبرو ليه القياس ديالو، ما تكثروش الحامض بزاف، جوج ديال المعلقات ديال الحامض، وعندنا العسيلة تايا ما نكثروهاش، نديرو القياس، تنديروها من الاول، نديرها عسل حر ديال الماكلة اللي بغا يعوضو السكر عندو. هذاك الشيء عندكم اختيار. البنانات ديالنا عرفتو البنات يخصو يبدا سور بلاص، ما نجدوش على لافونس، حيت كيكحل. فوالا البنان، وعندنا لي كلاصون ضروريين، كمية ديال الكلاصون، وديما العصير إلا بغينا نطحنوه ما نديروش معاه الماء من الأول بزاف، نديرو معاه غير القياس ديال الماء شوية، يكون ثقيل في الأول، حتى تيطحن لنا مزيان عاد نزيدو الماء القياس اللي بغينا. العصير ديالنا واجد الشاف، فوالا العصير ديالنا هاواك، واعر، هانتوما اللون رائع، والمذاق كذلك رائع، المذاق ما نهضروش عليه، عصائر صحية، عصائر صحية ومفيدة، صحية مفيدة للجسم. العصير الثاني ديالنا غادي يكون فيه الجزر هو خيزو وحده مويان، واحد البنانه، نص حامضه، شويه ديال العسل، او تقدروا تبدلوه بالسكر، وواحد الليمونه محيدي على العظم، البرتقاله محيدي على العظم ديالها ومقرضه، بسم الله. فوالا غادي نديرو البنانه ديال لورانج. هذا القياس ديال شحال من كاس؟ جوج ديال الكيسان اللي كل عزيز عليك. الحامض كنديرو ثلاثة ديال المعالق ديال الحامض حيت ولي تعطينا لوكو مزيان، العسل على حساب الحلاوة نتاع كل واحد كي تيبغي الحلاوة، واحد شوية هنا، والبنانة ديالنا، البنانة كيما قلت لكم ديما كنخدموها التالي باش ما يكحل شيء،
وغادي نزيدكم واحد العنصر جديد غادي يجيكم شويه غريب ولكن جربوا على ضمانتي، شويه ديال الملحه، ها شويه رقبيسه صافي، الملحه في العصير، الملحه في العصير وتشوفوا المذاق ديالو كي تيجي. ندير شويه ديال الكلاصون طبيعه الحال، والميه كاين لا حليب لا ليمون، ها الماء لا غير شويه كيف كان، انا كندير غير شويه ديال الماء حتى كيطحن مزيان عاد كنزيد ليه الماء الكافي. العصير ديالنا ها هو واجد، ثقيل ثقيل ماشي بزاف قياس، ولي تذكر العواصر اللي كندير راه ما حلوينش بزاف، انسى دابا كلشي تيخاف من الحلاوه، كنديروا العصير قياس الحلاوه وكيبقى كل واحد يدير كل واحد كيدير العصير ديالو كيما بغا. عصير الثالث ديالنا فيه تفاحه، ليمونه، برتقاله، برتقاله، نص ديال الحامضه، واحد النص ديال الخياره، ولي زيبينا سبانخ، سبانخ درت بواحد شي ثلاثه ديال الوريقات يكونوا مزيانين كبار مغسولين نقيين. هذا غادي نديروه بالسكر، بسم الله، واللي بغى يدير العسل يدير، اللي بغى يدير العسل عنده لو شوا، وحتى اللي بغى يستغنى على السكر يستغنى، راه ممكن تستغنى على السكر، اللي ما تيبغيش السكر ممكن يستغنى عليه، راه فيه ما يتشرب هاد هاد العصائر، حتى الناس اللي ما كيش ياكلوا السكر، وين اللي ما تياكلوا السكر، السبانخ، تفاحه، غدير لنا شي كودر اخرى مره اخرى، لا لا بالدار باقي مازال السلسله طويله. انا معكم رمضان كله وانا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، الله يطول لنا العمر، اي صحه وسلامه ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان امين. وقبيسه، وقبيسه ديال الملحه، راه غادي شملي ديروا هذه القبيسه ديال الملحه والله الا كيجي فيه واحد المذاق غريب، اي هذه اللمسه سبيسي على هذه. دائما عندنا ديما الا كان شي عصير الحمض ما كنستغناوش عليه، علاش؟ الحمض هو اللي تيطلع لينا المذاق ديال هذاك الشيء اللي كنديرو. السكر ماشي كثروا بزاف، معلقه واحده صافي صافي الشيف. وغادي نديرو لي كلاصون طبيعه الحال، الكلاصون ديما يكونوا عندنا في الثلاجه، والميه هاد شويه، انا كيما تنقول لكم انا كندير العصير ديال جوج كيسان ديال واحد اللي ليك واحد اللي عزيز عليك، واه اجي قول ولي واحد ليك واحد ليا. الوان طبيعيه ومذاق طبيعيه، بسم الله. والعصير ثالث اخضر طبيعي، والله العظيم يتقطع هذا العصير، هذا راه فيه واحد المذاق، وشنو هذا نعرضوا على المشاهدين حتى دخوا بحنا يعجبنا عاد نفاليديو، والله الا تقطعوا فيه شي مذاق عاد سير هاتي ذوقي انا هذا هذه هي على واو 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 عصير واه بشويه قولي لك ذوقي ماشي تشربي، ما فيهش المذاق ديال لا ما كاينش لا المذاق لا السبانخ ولا زعما الصراحه زمان. بالنسبه لوليداتنا عصائر صحيه مفيده، ها انتم لي بارون انتم غادي تذوقوهم راه غادي يعجبوكم، طيلا عطيتوهم لوليداتكم على ضمانتنا ان شاء الله. يلا ندوزو للرابع، اي ان شاء الله. العصير الرابع ديالنا غندير شويه ديال الميختي، واحد البرتقاله، شويه ديال الفرومبواز، شويه ديال الفريز، والحامض ضروري فيما كنديروا العصير نديروا شويه ديال الحامض كما قلت لكم. وهنا غادي ندير واحد جوج معالق كبار ديال الشوفان، هذا غادي نحليوه بالتمر، هما واحد ثلاثه ديال التميرات الفرد، دائما ديروا الفرد ديال ثلاثه خمسه سبعه، المهم يكون الفرد على حسب، ومن طبيعه الحال واحد القبيسه ديال الملحه على بركه الله. اجي العصير رقم واحد نديروا فيه حتى هو الملحه، وي نقدروا نديروا فيه البصل، كلهم العواصر هي شويه راه ماشي بزاف، كيحيد البسوله ديال السكر، اي الملح مزيان واحد المذاق ثاني مشكل وكتملح الحاجه. شوف انا جوج ديال الملحات، تميرات ثلاثه، بطبيعه الحال معلقه ديال جوج معلقات، نديروها جوج معلقات في هذا ديال الحامض، علاش جوج معلقات؟ حيت الفرومبواز ديجا هو محمض،
كبيسه ديال الملح ديالنا، لي كلاصون تاع هما، لي كلاصون هما ضروري، لي كلاصون هادي كلاصون هما العصير، وديما المية في الأول غير شوية على القياس، ونطحنو بسم الله. دابا العصير الخامسية، العصير الأخير ديالنا ديال هاد الحلقة، ديال الأخير وليس بالأخير، غير ديال هاد الحلقة. يلا غادي نديرو سكينجبير فري طري، عندنا شويه ديال النعناع، عندنا الحامض، هنا درت حامضه كلها كبيره، غادي نحليوه بالعسل وشويه ديال الشيا. هذا فيه الشيا، هذه الشيا هذه قبل ما غادي نبداو العصير ديالنا غادي ندير عليها، هذه معلقه كبيره ديال الشيا، غادي ندير عليها واحد جوج معلقه د الماء صافي، باش نخليها ترطب ترطب. غادي نبداو العصير ديالنا، وقرصه ديال الملح انت ما عندك، قرصه ديال الملح هذيك ضروريه، هادشي يا نحركوها ونخليوها ترطب هنايا صافي. هاد سكينجبير غادي نحكوه، شحال الكمية ديال شحال؟ هذا شوية سكينجبير، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة. كتحيد ليه القشرة ولا ما تحيدش؟ لا لا غادي تحك وغيتصفى فوالا. كنديرو سكينجبير ديالنا، كنزيدو ليه الحامض، ديما الحامض حضيو ما يكونش فيه شي عظم، حيت العظم هما اللي كيمرو لينا العصير، وشي وريقات ديال النعناع حيدو ليهم طبيعة الحال العويدات، ديرو غير الوريقات، يكونو وريقات طريين، يكونو وريقات طريين. العسيلة باش غادي نحليو طبيعة الحال، مع هو ديال الحامض غادي خصو العسيلة ديالها نديرها شوية بزاف، تيبغي يكون شوية حلو، شوية حلو حيت هو بالسيبون، من طبيعة الحال قبيسة ديالي ملحة ديالها كنديروها صغيرة، نزيدو لي كلاصون. وشوية د المية، هذا راه تيجي شوية خفيف، إيه هذا عصير، ما فيهش شي حاجة خاطرة ولا حاجة، الشية ديالنا هي ارتبط مزيان، نكبوها في الكاس، كتعرفو عرفو العصير حيت فيه الجنجبر تيكونو دوك الخويطات، خصنا نصفيوه، فوالا. بسم الله، رائع العصير ديالنا فوالا، ديال الشيا والحمض من العواصير الصحية، الصحية وسكينجبير رائع. العواصير ديالنا هما واجدين، هانتوما ضروري تجربوهم باش يبان لكم البرهان، خمسة ديال الأشكال، خمسة ديال الأشكال وغير مكلفين، راه ماشي ما فيهمش شي حاجة بزاف، الفواكه والخضر اللي موجودة عندنا، الفواكه وكلهم صحيين وبلا سكر، يلاه واحد اللي درنا فيه السكر وماشي بزاف، وممكن يستغناو عليه تماما، اللي ما تياخذوش السكر ممكن يحصلوا بلا سكر. يلا اللي كيشاهدنا أول مرة يشترك في القناة يبقى على الجرس يوصلوا الجديد، المهمة ديالك حطوا إعجاب، حطوا تعليقات ديالكم، حيت كاينين الناس اللي يلا كيشوفوا القناة ديالنا أول مرة كنذكرهم باش يشتركوا في القناة ويحطوا التعليقات ديالهم ويجربوا ويتواصلوا معنا على الانستغرام شيف أمري وشيف لبنى أمري. يلا تبارك الله عليكم، عواشر مبروكة وبالصحة والراحة مسبقا، وجربوهم جربوهم وردوا علينا الأخبار.